لقمه العيش مش عارفين ناكلها يا ريس. رغيف العيش اللي كنت بجيبه بجنيه بقى بجنيه ونص، قرص الطعميه اللي كان بنص جنيه بقى بجنيه عشان الحرب. احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ الغلو ذات قوي، احنا تعبنا من الغلو بقى ازيد من فوق طاقتنا. طب الاكل يا جماعه، ما احنا لو ما كناش مش هينفع نعيش، هنوصل الاخره بسرعه. والله يا جماعه انا بروح السوق برجع معيطه، بعدي العربيات وانا بتمنى اي عربيه تشيلني وارتاح. كلام السيدات المصريات هذا يؤكد ما حذرت منه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. War in Ukraine means hunger in Africa. أهلا بكم في هاشتاغات مع غالية. حرب روسيا وأوكرانيا هي حرب بين دولتين تنتجان ربع ما ينتجه العالم من القمح. تأثير هذه الحرب انعكس سريعاً على أسعار القمح التي ارتفعت لأكثر من الثلث خلال أسابيع قليلة. ليست الأسعار وحدها هي ما يقلق الخبراء، بل نقص إمدادات القمح القادمة من روسيا وأوكرانيا، فالدولتان أعلنتا وقف تصدير القمح لأشهر، وهو ما بدأت تشعر به دول عدة كمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم. تستورد مصر من أوكرانيا وروسيا ثلثي احتياجاتها من القمح، وقد أعلنت قبل أيام عن وقف تصدير الحبوب لمواجهة الأزمة. المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء يرى أن على دول كمصر تنويع مصادر استيراد القمح، وهو ما تسعى إليه الحكومة حالياً، وهو يوصي بالحد من استهلاك القمح، فمعدل استهلاك الفرد في مصر يعادل ضعف متوسط الاستهلاك في العالم. كما يعتبر المعهد أن على الدول تعديل سياسة الدعم التي تتبعها لكي تكون أكثر فعالية بحيث يستفيد منها المحتاجون فعلاً.